انا عايز اسال حضرتك على فكره الديتوكس ده، هل ده ينفع يبقى حاجه يوميه يعني روتين يومي، ولا حاجه دي بتتعمل مثلا مره في الاسبوع، ولا ايه؟ لو انا هعمل الديتوكس الصح اللي هو بتاع ان انا هشيل مثلا من اكلي، هاكل هفطر البروتين بتاعي اللي هو الجبنه والبيض، وهاجي في الغدا مش هشيل بقى اللحمه والفراخ، وهبدا ممكن اخد سمك، اخد حاجه اهدى من كده على المعده، وهبدا اشرب ميه برضو، وباخد في العشاء مثلا جبنه او زبادي او حاجه زي كده. ده يقدر اي حد يعمله لمده 3 ايام مثلا. 3 ايام اللي هو بس بيشيل من اكله النشويات، وبياخدها في نشويات صحيه، يعني بريح المعده بالظبط كده. طب بمنعها خالص. الصيام اللي هو المتقطع، ان اللي يعني حتى لو محدش بيقدر يصوم فترات طويله، لكن بيصوم على الاقل ما بين الوجبات، ده برضو يعتبر زي الديتوكس، بيريح المعده. بيريح المعده جدا. يعني مثلا تخيل حضرتك حد اكل اكله بالليل تقيله قوي، اكل بره مثلا وتعب، فهو صاحي من النوم هو مش قادر ياكل، وصاحي منفوخ وايده وجعاه، من كتر الحلويات او الناس اللي قبل ما بتعمل دايت كده وتقول لك انا هاكل بقى كل حاجه عشان انا داخل على دكتور بقى ده في الدايت نفسه، يقول لك اليوم الفري، ما اعرفش ايه اليوم هو بس مش يوم فري بقى. ايوه صح، عندك حق. فبيجوا بقى يصحوا منهم هم تعبانين جدا، الجسم اصلا تعبان ومكسر، منفخ ميه، ايديها ورمه، مش قادره تحط رجلها على الارض، كل دي كلها اعراض تقول ان الجسم بقى فيه التهابات وكمان ميه زياده في الجسم. فتبدا ما تاكلش بقى الفتره دي كلها، حتى هي من نفسها هي مش هتقدر تاكل الحبه دول. لكن احنا الصح بقى ان احنا نعمل ايه، ان احنا ناكل. الناس اللي بتعمل ديتوكس غلط ده اللي بيوقع الاملاح والمعادن في جسمها، اللي هي بتعمل زي ما حضرتك قلتي الميه وتحط فيها سلايس الليمون والنعناع وتمشي بيها طول اليوم، بس هو ده بس اللي هي غلط، انها تبقى لوحدها. مش هي غلط، هي غلط تبقى لوحدها. لا هي حلوه جدا طبعا، عايز يبقى معاها اكل لازم بروتين أكل. او حاجات اكل بس اكل قليل. يعني باكل زي ما قلت حضرتك كده بروتين، ببدل بشيل اللحمه والفراخ طبعا، وبحط مثلا سمك، باخد اكل نباتي اهدى شويه من البروتين الحيواني. فده بيبقى كويس.